ثنايا هذه المحاضرة من العناوين الرئيسة التالية: الداء القرحي والهضمي، وما هو البروتوكول المتبع في علاجه، كما نعرج على الأدوية المثبطة مرورا بمضادات الحموضة، وكذلك العوامل المحصنة أو بريفنشن الواقية للمخاطية المعدية. في مقدمة هذا العرض نقول أن هناك أدوية مضادة للداء القرحي ومضادة للغثيان nausea and vomiting, and also we have antispasmodic drugs also and diarrhea, antidiarrheal diseases. Also we have constipation drugs. لنتحدث بداية عن القرحة الهضمية. كما تعلمون جميعا الزملاء في السنة الخامسة مر عليكم مرارا وتكرارا تعريف القرحة الهضمية، وهي عبارة عن أذية في الغشاء المخاطي للمعدة أو العفج، وتتجاوز الطبقة المخاطية لتصيب الطبقات العميقة للجدار وتشمل بعض الحالات كل الطبقات. القرحة المعدية هي الأشع وتتوضع في 80% من الحالات، تتوضع في 80% من الحالات مستوى الانحناء الصغير، خاصة عند الزاوية الأنجل أو الغار الإنترا، وتصيب الرجال والنساء تقريبا بنفس النسبة. عندما تكون القرحة متعددة فذلك إن دل على شيء فإنما يدل على أنها دوائية المنشأ، مثل مضادات التهاب اللا ستيرويدية كالبروفين النابروكسين إندوميتاسين. وقال أهل العلم إن الديكلوفيناك من أفضل الأدوية مضادات التهاب اللا ستيرويدية نيسايدز في الوقاية أو في تأثيرها على المعدة. يعني الديكلون إذا عطت حبة ديكلون أو تحميل أو إبرة فهي أفضل ما تعطي بروفين إذا كان المريض في عنده تأهب قرحي أو قرحات أو إصابات عفجية. القرحة العفجية وهي النوع الثاني تتوضع مستوى البصر العفجية على وجه الأمامي تحديدا، وذلك في الأغلب، لكن هنا نصيب الرجال أكثر من النساء بمقدار 3-1، أي أن يصاب الرجلين مقابل امرأة في نسبة القرحة العفجية. أما القرحات المتعددة أو تلك التي تتوضع في موضع أبعد فهي غالبا كما ذكرنا أيضا إما أن تكون دوائية المنشأ أو أن تكون في سياق تناذر زيلينجر إليسون فيما يتعلق بالقرحة العفجية. الخمج بالملتوية البوابية الهيليكوباكت باليري حوالي 80% من جميع الحالات، وتوجد في 90% من حالات القرحة العفجية و70 من القرحة المعدية. العلاج الشافي يتضمن استئصال هذا الخمج، وذلك ضمن بروتوكولات يتم ذكرها لاحقا. توضعات الداء القرحي في الصورة المرفقة كما ذكرنا أعلاه. ما هي الإتيولوجي والآلية للداء القرحي؟ الآلية العلمية الدقيقة المثبتة approved ليست مثبتة حتى الآن، ليست واضحة بما يكفي، ولكن هناك العديد من النظريات والعديد من العوامل التي يمكن أن نتحدث عنها ونأتي إليها by order تباعا. أولها اضطراب في التوازن بين عوامل حماية المخاطية وعوامل الخطر فأود من أحد الزملاء أن يجري لنا مقارنة بين العوامل عوامل الخطر وعوامل الحماية في هذا الجدول الذي يتألف من 4 مقارنات أساسية. من الزملاء يتبرع يقرأ لنا هذا الجدول؟ هل هو واضح بالنسبة لكم؟ عوامل تفضل حكيم. تفضل دكتور. عوامل حماية توعية دموية بمستوى المخاطية، 2 الحاجز المخاطي، 3 البيكربونات، 4 قدرة الخلايا الظهارية على التجدد. عوامل الخطر A و B. A خلل في آليات الحماية الحموضة، خلل في توازن الإفراز الحمضي البيبسيني. 2 الخمج بالملتويات البوابية H وهو السبب الرئيسي حاليا. 3 البيبسين. 4 بعض الأدوية مثل الأسبرين والإنسايد والسترويدات. 5 التدخين والكحول. B خلل في آليات الدفاع مثل الصدمة، الشدة النفسية والفيزيائية، الجزر العفجي المعدي، القدس الصفراوي المعدي، نقص التروية الدموية، تأخر بالإفراغ المعدي. أحسنت أحسنت. إذن هذه المقارنات هامة جدا كبداية لنعرف ما هي عوامل الخطر التي يمكن النظر إليها. العامل الخطر الثاني
الزملاء الأعزاء، عامل الخطر الثاني هو الاستعداد الوراثي، حيث يكون أصحاب زمرة الدم أو مهيئين أكثر من غيرهم للإصابة بالقرحة. وأيضا يمر علينا العامل الثالث وهو إصابة في الغدد الصماوية، وذلك في بعض الحالات النادرة مثل فرط نشاط جارات الدرق وتناذر زيلينجر أليسون. أما العامل الرابع فهو إصابات حادة ناجمة عن الشدة كالأخماجي وبعد التداخل الجراحي والصدمة والحروق الواسعة والردود المتعددة. في المخطط الموجود مخطط يقارن بين العوامل المفاقمة والعوامل الدفاعية يعني، والعوامل التي قد تؤدي إلى الخلل فيما يسمى بداء القرح المعدي. لذلك الزملاء الأعزاء، القرحات تقسم إلى مجموعتين رئيسيتين: القرحات المترافقة مع الخمجبي الملتوية البوابية، والقرحات متعلقة بالشدة واستعمال الأدوية. القرحات فيما يتعلق بالقرحات المترافقة مع الخمجبي الملتوية البوابية، الآلية الأساسية فيها هي زيادة البيبسين وحمض كلور الماء، بالإضافة إلى تحرر السيتوكينات وعديدات السكريات الشحمية لايبوبوليساكرايد، وأيضاً بروتينات الصدمة الحرارية والإنزيمات، وهذا بدوره يؤدي إلى حدوث شلال من التفاعلات الالتهابية. أما المجموعة الثانية المجموعة باء فهي قرحات متعلقة بالشدة واستعمال الأدوية، يحدث فيها أيضاً زيادة بالبيبسين والحمض بالإضافة إلى تأثيرات موضعية وكذا جهازية. المخطط الموجود هنا الذي يحدث، يمكن هذا المخطط يلخص ما حدث: الهيليكوباكتر بيلوري تزيد إفراز سيتوكينات واللايبوبوليساكرايد وبروتينات الصدمة الحرارية وبعض الإنزيمات، وهذا بيؤدي إلى دوره إلى زيادة الشلال الالتهابي محدثاً زيادة بالسيتوكينات والعدلات واللمفاويات. أيضاً الهيليكوباكتر بيلوري تؤدي إلى تحريض أيونات الهيدروجين وزيادة إفراز البيبسين، وهذا يؤدي إلى تدمير المخاطية وحدوث التقرح. أما الأدوية مضادات التهاب الاستيرويدية فأيضاً تعمل على زيادة أيونات الهيدروجين والبيبسين وكذا التأثير الموضعي الجهازي، فتؤدي إلى نقص إنتاج المخاط وبدوره يؤدي إلى تدمير المخاطية، نقص إنتاج وتدفق الدم عفواً، وزيادة العدلات، ونقص البايكربونات، ونقص أيضاً الخلايا، نقص إعادة بناء الخلايا بشكل عام، وإعادة تهيئتها واستعدادها للعمل من جديد، وبالتالي خلل إعادة التأقلم والتركيب للخلايا. ننتقل إلى تنظيم إفراز الحمض المعدي. الآلية الفيزيولوجية درست في السنة الثانية ولكننا نعيدها حالياً، فنقول يتنبه إفراز الحمض المعدي من الخلايا الجدارية في المخاطية المعدية بالأسيتايل كولين والهيستامين والجاسترين، بينما يعاكس الإفراز الهضمي الحمضي بالبروستاجلاندين من النمط E2. إن ارتباط الأسيتايل كولين والهيستامين والجاسترين بمستقبلاته على الخلايا الجدارية يؤدي إلى تفعيل بروتين كينيز الذي ينبه بدوره وضخة البروتون ATPase، الأمر الذي يؤدي إلى خروج شوارد الهيدروجين بالتبادل مع شوارد البوتاسيوم، حيث أن كل منهما شحنته بلس 1. الشلال الموجود على اليسار، التحريض الهرموني بالهيستامين مثلا يؤدي إلى تحويل GSGDB إلى GSGTP تريفوسفيت، ويكون ذلك محرضاً لتحول الـ inactive adenyl adenylate cyclase إلى adenylate cyclase الفعال، وهذا بدوره يحول ATP إلى cyclic AMP، و cyclic AMP هو فعال جداً يؤدي لتحويل البروتين كيناز A من شكله غير النشط إلى النشط. الشكل النشط من البروتين كيناز A يؤدي إلى فسفرة البروتين، وبالتالي تفعيل مضخة البروتون عبر إنتاج الهيدروجين بالتبادل مع البوتاسيوم، حيث نجد بالنهاية أن ارتباط الهيستامين بمستقبلاته الـ H2 ينبه الأدينايل سيكليز فيتحول ATP إلى سيكليك IMP وهكذا، بينما لا يؤدي تنبيه الأسيتايل كولين والجاسترين بمستقبلاتهما إلى تنبيه الأدينايل سيكليز، بما أنه
أو إن ذلك يؤدي إلى زيادة تركيز الكالسيوم الحر في داخل الخلية، وتعلمون جميعاً نفس الآليات في الخلايا، تفعيل الكالسيوم الحر وزيادة تركيزه في الخلايا يفعل البروتين كينيز ويفعل بدوره مضخة البروتون وبالتالي إفراز الحمض المعدني. وبالتالي الأدوية التي تشتغل هي BBI Proton Pump Inhibitor، تعمل على تثبيت مضخة البروتون، تثبيت الATP، تثبيت إفراز الحمض المعدني، تثبيت إفراز وتحول زيادة تركيز السايكليك AMP، الأدينوزين مونوفوسفيت، الأدينوزين أحادي الفوسفيت. الزملاء الأكارم، أسعد الله مساءكم. إن ارتباط البروستاجلاندين A بمستقبلاته يؤدي إلى تنبيه البروتين GI كما ذكرنا وتثبيت الأدينيليل أدينايل سيكليز، وبالتالي لا يتحول ATP إلى CMP. النقطة التي يجب أن نعرج عليها هنا أن السوماتوستاتين يلعب دوراً مثبطاً إفراز حمض كلور الماء على ثلاثة مستويات: المستوى الأول على مستوى الجاسترين، المستوى الثاني على مستوى إيكل سيل والذي يعطي تأثير معاكس الأسيتيل كولين، والمستوى الثالث هو على مستوى مضخة البروتون مباشرة. تمتلك الخلية الجدارية البارشيال سيل أو الباريتال سيل أنواع من المستقبلات، وهي أربعة: مستقبلات جاسترين، مستقبلات أسيتيل كولين مسكرينية، ومستقبلات هستامين تايب 2 وبروستاجلاندين E2. وهكذا من المخطط المجاور يمكن القول أن هذه الخلية تتبادل الهيدروجين مع البوتاسيوم وبالتالي تزيد إفراز حمض كلور الماء عن طريق تفعيل البروتين كينيز. وبالتالي وجود أربع مستقبلات كما هو واضح في الشكل. أول واحد على اليمين شايفين مستقبلات الجاسترين دخل كالسيوم لجوا، اثنين مستقبلات الأستيل كولين M3R دخل كالسيوم لجوا، ثلاثة مستقبلات الهستامين تايب 2 له شكل التاج، والشكل المدور المقعر الأعلى أو هذا البروستاجلاندين E2. في القرحات الهضمية يوجد دائما زيادة بإفراز حمض كلور الماء، وبالتالي يوجد لدينا ثلاث مجموعات دوائية تلعب دورا في علاج قرحة هضمية غير المضادات الحيوية: مثبطات إفراز حمض كلور الماء أولها، ثانيها معدلات الإفراز كمضادات الحموضة، ثالثها العوامل المحصنة الواقية للمخاطية والتي تشكل طبقة عزل بين مخاطية المعدة والحمض المعدي. اعتمادا على الآليات التي ذكرناها سابقا، فإنه يمكن تصنيف أدوية تثبيط أو تعديل الإفراز الحمضي في ستة مجموعات: مثبطات مضخة البروتون (proton pump inhibitor) صوديوم، أو هي تتألف من الهيدروجين (potassium ATPase) التي تعمل على المرحلة الأخيرة من إفراز حمض كلور الماء، وهي حاليا الخيار رقم واحد. مثل بيعطيني مثال على السريع: أمبرازول، لانسوبرازول. أحسنت. معاكسات مستقبلات الهستامين خيار بديل في حال عدم إمكانية استخدام مثبطات مضخة البروتون، مثل رانيتيدين وتم إيقافه، أو سيميتيدين. راموتيدين. نعم أحسنت. مشابهات البروستاجلاندين مثل ماذا؟ السايتوتيك أو البرو بروستاسايكلين. ومضادات المسكارين خاصة الانتقائية، خاصة انتقائية المستقبلات في الخلايا الجدارية، مثل إيش؟ الأتروبين حكيم. نعم، أو إبراتروبين بروميد. مضادات الحموضة مثل إيش؟ مثل هاي تتألف من الكالسيوم، هاي شو الكالسيوم فيه مشتقات المغنيسيوم مثل ماذا؟ أحد من الزملاء يعطينا دواء حموضة. حكيم، هاي الحب المص تحت لسانه، يحب أي شو اسمه؟ المص شو اسمه؟ حكيم، هندي قلويات بعدل الحبض. نعم، برمنجنات حكيم ولا شو اسمه؟
تحمس شو اسمه؟ مالوكس. أحسنتم مالوكس. إذن العامل السادس هو عامل محصنة المخاطية protective agent for mucosal مثل السكرال فات والبزموث أملاح البزموث. هذه التظاهرات السريرية للداء القرحي، آلام بطنية شرس وفية على الريق بعد الوجبات غير مرتبطة بالوجبات، أو غثيان، إقياء، عسرة هضم، نقص شهية، تطبل، نفخة بالبطن. إذا نفخة البطن أيضا من العلامات تدل على الداء القرحي. انتشارات إلى المرق الأيمن أو خلف القص أو باتجاه الظهر بين الكتفين مما قد يشابه الألم القلبي. قد تكون قرحة غير عرضية وهي عادة القرحات المحدثة لمضادات التهاب غير استرويدية. أهم الاختلاطات النزف، الانثقاب، التضيق البوابي، سرطان المعدة. كيف يتم تشخيص الداء القرحي؟ تنظير المعدة مع أخذ خزعات، القرحة العفجية، البحث عن المتوية البوابية. القرحة المعدية أيضا بحث عن التشخيص بنفس الطريقة مع استبعاد سرطان المعدة 6 خزعات من حافة القرحة وخزعة أو 2 من عمق القرحة للتأكد من سلامتها. التشخيص للملتوية البوابية، الاختبار السريع باليورياز، خزعة من غار المعدة، الفحص النسيجي أكثر حساسية من اختبار اليورياز، الاختبار التنفسي بالكربون C13، والاختبارات المصلية يتأخر ظهور الضاد وغير ملائمة، الزرع عبر الخزعة لاكتشاف وجود المقاومة في حال فشل العلاج، وذلك في القرحات المعندة على العلاج بالصادات الحيوية المناسبة مع مثبطات إفراز حمض الماء. فنقوم بعمل زرع وتحسس وتحديد السلالة الجرثومية وبالتالي إعطاء الصادات المناسبة لهذه السلالة. ما هي الفحوص المخبرية الأهم؟ البحث عن سبب غدي سماوي القرحة كتنادر زولينجر أليسون أو فرط نشاط دريقات، عيار كلسة الدم وهرمونات جارات الدرق وجاسترين الدم. لا يتم حقيقة استخدام هذه الفحوص بشكل واسع عن الطاق الواسع، وإنما يعتمد على التشخيص التنظير الهضمي وأخذ خزعة إن أمكن. تدبير الداء القرحي يعتمد على استئصال الخمج بتدبيره إنتانيا من الملتوية البوابية والتخلص منها، التثبيت الدوائي للإفراز الحمض المعدي أو تعديل هذا الإفراز، إعطاء الأدوية التي تقي مخاطية المعدة من الضرر، الإجراءات العامة تغيير نمط الحياة، الراحة، وقف التدخين، امتناع تناول كحول، قهوة، مشروبات غازية، تجنب تناول الفاست فود، تجنب الأطعمة التي تسبب القرحات، وأيضا الأدوية التي تسبب ذلك. المعالجة الجراحية في حال حصول اختلاط كانثقاب أو نزف شديد، القرحات المعندة علاج دوائي عند شك وجود سرطان من رغم من سلبية الخزعة، يجب استئصال هذه المكان أو هذا المكان المشكوك بأمره، أو ممكن بعض المدارس تميل إلى إعادة الخزعة بيد أخرى أو في مركز آخر. ما هو البروتوكول المتبع في علاج الداء القرحي؟ تدبير قرحات مترافقة مع الخمج تتطلب استئصال الخمج بالملتويات البوابية بعد توثيق الخمج بهذه الجراثيم، الذي استئصال الملتوية البوابية إلى التئام سريع القرحات وانخفاض معدل النقص أقل 15% مقارنة مع 60%. يتطلب الاستئصال الناجح استعمال نوعين من الصادات بالمشاركة مع مثبطات الإفراز الحمضي بنسبة 80-90%. العلاج بمضاد حيوي واحد فعال بنسبة قليلة، نسبتها تقريبا يعني 60% النجاح، فنسبة الفشل تتراوح ل 40% تقريبا. المعالجة الثلاثية وهي حاليا يعني متبعة أو رباعية، تستعمل حاليا وتألف من أمبرازول حبة 20 جرام مرتين قبل الأكل، أو ريبابرازول كمان حبة 20 جرام مرتين قبل الأكل، مضاد حيوي أموكسيسيلين جرام مرتين باليوم للبالغين، مضاد حيوي تاني كلاريثروميسين أو أزيتروميسين إذا ما في كلاريثرو هلا يعني مو متوفر كتير، ممكن 50 جرام مرتين وغالي شوي. أدوية المعالجة الثلاثية مثل ما أنها هي أمبرازول، ريبابرازول، أموكسيسيلين، كلاريثروميسين، مترونيدازول، وهي العلاج هو المكتوب بهذا الجدول بشكل تجميعي. المعالجة الرباعية في حال فشل الثلاثية نستخدم الرباعية، أول خط مثبطات البروتون بامب إنهيبيتر أمبرازول، ممكن نعطي فاموتيدين، ثاني خط مترونيدازول 500 ميلي جرام 4 مرات باليوم جرعة كبيرة. من تأثيراته الجانبية أنه بيسوي طعم معدني بالفم لأن المترونيدازول يفرز في الغدد اللعابية، تتراسايكلين جرعة كمان كبيرة شوي 50 ميلي جرام 4 مرات، ومنهم ما يعطيه مرتين هو مترونيدازول، البزموت جرعة 525 ميلي جرام مرة باليوم. إذن هذا العلاج الرباعي،
امبرازول مترونيدازول تتراسيكلين املاحل بزبط. إذن هي الأدوية العلاج الرباعي مطبقة وموجودة هنا. وبالنسبة لملاح البزمت أكثر شيء بيستخدموه بأمريكا وبريطانيا، لكن بفرنسا ما بيستخدموه لأن في بعض الدراسات قالت أنه قد يسبب اعتلالا دماغيا. إذن الاستئصال هو بالخط الأول أموكسيسيلين وكليرثرومايسين، الخط الثاني أموكسيسيلين وفلاجيل اللي هو مترونيدازول. إذا فشلنا بالخطين الأول والثاني نعطي خط الثالث، نعطي فلوروكينولونات للصادات مثل ليفوفلوكساسين 250-500 ميلي جرام، ممكن نعطي تتراسايكلين ريفابيوتين وفورازوليدون. الفورازوليدون مستخدم أيضا لتدبير إنتانات الجهاز الهضمي التي تسبب إسهالات وتدبير الطفيليات والأوالي وحتى الجراثيم سلبيت الجرام. المدة ما شد المدة اللي لازم نعالج فيها بشكل عام 14 يوم وقد تمتد إلى 28 أو أكثر من ذلك. أكثر ناس بيستخدموا أسبوع بعدين يكبوا الدواء وهذا الشيء قد يؤدي للنكس، الأفضل تعطي 10-14 يوم. في شيء اسمه العلاج المتتالي sequential therapy، إنه تعطي أنت أموكسيسيلين وأمبرازول 5 أيام، بعدين تعطي أمبرازول وكلاريثرومايسين تينيدازول كمان 5 أيام، هاي صار 10 أيام، بحيث تنوع بالدواء وما يمل المريض وممكن يكون هذا شوية تأثيراته الجانبية أقل. فبهالطريقة هاي في دراسات قالت إنه استئصال هيليكوباكتر بيلوري مشان ما يصير مقاومة جرثومية أكثر من 90%. هلا بعض الدراسات ونحن عم نستخدمها هون انه اموكسيسيلين مع امبرازول بس لحالهم مع علاج ثنائي قد يكونوا فعالا حتى ما تعطي صادات كثير وتعطي مقاومه جرثوميه. النقطه الثانيه اذا مريض كان عم ياخذ جرعات مزمنه من مضادات التهاب الاستيرويديه وصار عنده قرحه، قرحات مبعثره متناثره، فهون ما في حاجه لدواء الالتهاب او صاد الحيوي عفوا، ما في لأني عندك دليل الخمج الملتوي البوابي، فهون تعطي أنت أمبرازول أو لانسوبرازول مرتين باليوم. طبعاً بتوقف دواء الالتهاب الاستيرويدي مضاد الالتهاب مثل بياخد إندوميتاسيم توقفه إذا كان تحسن توقفه، أما إذا كان هو المريض محطوط مثلاً بتعالج ماتك مثلاً أرثرايتس بياخد مثلاً شيء مشان بارتر سيندروم ومضطر ياخد إندوميتاسيم مثلاً، فممكن أنت تعيفوا عليه، أو إذا حسنت أنت تحوله على غير دواء أكثر فعالية وأقل تأثيرات جانبية ممكن تحذفه من العلاج ريث ما يطيب وتستبدله بدواء تاني معدل مناعي أو دواء أقل تأثيرات جانبية على القرحة المعدية. وبعض المدارس تستخدم مثبطات الكوكس 2 الاستفائية خيارا مقبولا، يعني ممكن تبسيب وهكذا. بشكل عام دكتور بشكل عام المعالجة التهاب الاستيرويدية هم بحاجة إلى معالجة يومية طويلة الأمد، فيجب وصف دواء بشكل دائم لهم ممكن أن أشهر تمتد القصة. أما إذا كان مريض كبير بالسن ومضطر يأخذ مضادات التهاب الاستيرويدية مشان ألم مفاصل أو أي سبب آخر، التهاب فقار لاصق إلى آخره، ممكن نعطيه أمبرازول بشكل يومي يأخذ حبة، ولكن بدنا نراقب الوظيفة الكبدية، نراقب الوظيفة الكلوية وأيضا الوظيفة الدموية كل فترة وفترة كل 6 أشهر ربما. المرضى الذين لديهم قصة قرحة هضمية أو اختلاطات القرحة الهضمية كالنزف، المرضى الذين يتناولون استيرويدات أو مضادات التخثر، والمرضى هؤلاء يجب مراقبتهم بعناية لاحتمالية حدوث التداخلات الدوائية غير المرغوبة. فهذول إذا صار في عندهم اختلاطات فنحن بنقول إنه ممكن إحنا نعطيهم أمبرازول أو لانسوبرازول، وممكن إذا ما مشي الحال نعطيهم ميزوبروستول 4 مرات باليوم 100-200 ميلي جرام كهو خيار بديل للأمبرازول. الرسم الموجود هون هو المجموعات الدوائية المستخدمة في علاج الداء القرحي. عم نشوف إنه المستقبلات الأربعة الجاسترين، هيستامين، أسيتيل كولين، بروستاجلاندينات مستقبلات. عم نشوف إنه تثبيت مضخة البروتون وآلية عمل السكر الفات وهكذا.
ما هي الأدوية المثبطة للإفراز الحمضي المعدي؟ مثبطات مضخة البروتون، معاكسات مستقبلات الهستامين، والبروستاجلاندين، مضادات المسكارين. مثبطات مضخة البروتون وهي مضخات مثبطة الهيدروجين بوتاسيوم إيتيباز، تتدخل في المرحلة الأخيرة من إنتاج حمض كلور الماء. يعد الأمبرازول أول هذه الأدوية التي تثبط الإفراز الحمضي عن طريق تثبيت مضخة البروتون. المجموعة في أمبرازول، لانسوبرازول، بانتوبرازول، رابيبرازول، وإيزومبرازول اللي هو نيكسوم. فعالية الدوائية كتير كويسة، وهذه الأدوية فعالة أثبتت أنها يعني ذات قيمة هامة جدا في العلاج. وتعد جميع هذه الأدوية طلائع دوائية برودراكس بشكل غير فعال مع غلالة معوية مغلفة معوية لمقاومة الحمض، حيث تزال الغلالة الوسط القلوي للعفج بالشكل الفعال. فهي ذات تأثير جهازي وليس موضعي، إذ تعمل على تثبيت مضخة البروتون بعد امتصاصها من قبل العضوية أو الجسم. تثبت هذه الأدوية بالجرعات الاعتيادية لإفراز الحمض الأساسي والمحرض بالطعام، كونها تعمل على المرحلة الأخيرة من إفراز الحمض بنسبة تزيد عن 90%، ويبدأ التثبيت الحمضي خلال ساعة لساعتين بعد الجرعة الأولى من اللانسوبرازول، ويمكن بشكل أبكر من ذلك خلال نصف ساعة تقريبا إلى ساعة مع أمبرازول. يتم تثبيت مضخة البروتون بشكل عكوس، وتستعمل عادة مرة واحدة يومياً عدا المرحلة الأولى من العلاج الثلاثي أو الرباعي، يمكن تستخدمها صبح ومساء، وإنها على الريق قبل الوجبة نص ساعة ساعة. تعطى عن طريق الفم بشكل رئيسي، ويمكن في رايزك هو المستحضر الوريدي معروف من الأمبرازول، معالجة القرحات بحالة إسعافية، أو يستخدم وقائياً عند مرضى العناية. الاستقلاب كبدي، لذلك مثل ما قلنا في حال وجود خلل كبدي معاير وظائف الكبد والإنزيمات الكبدية، ويمكن أن نعدل الجرعة. والطرح يتم عن طريق البول والبراز. ما هي الاستعمالات السريرية لمثبطات مضخة البروتون؟ استعمالاتها عديدة، أهمها القرحات الهضمية والتهاب المري التسحجي، والعلاج العرضي للجزر المعدي المريئي المسمى جيرد، والعلاج الوقائي والشافي بعد استخدام مضادات التهاب الاسترويدية، ومتلازمة زولينجر أليسون، حيث نعطي بإمبرازول بجرعات عالية قد تصل إلى 80 ملغرام حسب شدة الحالة، وهنا العلاج يكون عرضيا وليس علاجا شافيا في العامي الأغلب. إذن أمبرازول هو أفضل من الرانتيدين والفوميتيدين. التهاب المري السحجي كمان هام جدا تعطي أمبرازول، ممكن يكون له أسباب متعددة. والعلاج بالجزر أيضا تعطى جرعات نصفية تقريبا 10-20 ملغرام باليوم. الآن ما هي أهم التأثيرات الجانبية لهذه الأدوية الهامة؟ بشكل عام ليس لها تأثيرات جانبية شديدة أو مزعجة، وإنها جيدة التحمل ويتحملها الكبار والصغار، ولكنها باعتبار أنها تزيد إفراز الجاسترين تم الأخذ بعين الحسبان دراستها للحصول على السلامة أثناء استعمالها المديد. قال بعض أهل العلم أن بعض الدراسات قد بيّنت على الحيوانات أنها تزيد من إفراز أورام الكارسينويد المعدية، ولكن لحسن الحظ لم يثبت ذلك عند الإنسان. التأثير الجانبي الثاني الهام هو أن التثبيط المديد للإفراز الحمض كلور الماء يؤدي إلى نقص امتصاص الفيتامين B12. حالات نادرة جدا بلغ عنها ببعض الكيس ريبورتس أنه قد يحدث عمى عند استخدام الرايزك الوريدي، لكنه لم تثبت العلاقة السببية. النقطة الرابعة في هذا المضمار أنه في حال وجود قصور كبدي باعتبار أن استقلابها كبدي، فما بصير تتجاوز جرعة 20-30-40، حفظون 20-30-40 أمبرازول، لانسوبرازول، بنتابرازول، لأنه ممكن يؤدي إلى أذية الكبد أكثر وحدوث السمية الكبدية بالكبد القاصر. في نقطة هامة عند بعض المرضى القلبيين ومرضى الوعائيين ومرضى الخثاريين وبعض المرضى الاختلاج، أنه يتداخل أمبرازول مع أكسدة الوارفرين والسايكلوسبورين والفينتوين والديازبام، مما يؤدي إلى تثبيط استقلابها وبالتالي زيادة فعاليتها، لأن استقلابها يتم في الكبد، لذلك لا بد من تعديل الجرعات خاصة الوارفرين حتى تراقبه. ماذا نراقب إذا بنا أعطينا مريض وارفرين؟ إيش من الراقب يا زملاء؟ إيش نطلب له تحليل؟ هل نطلب الهيبارين؟ إيش نطلب؟ حكيم من راقب الـ INR. INR أحسن. وأحسن أحسن. طيب لمراقبة الكليكسان ماذا نطلب؟ البيتي حكيم البيتي. نطلب العامل العاشر المفعل XA.
X Actives In. نعم. طيب ننتقل إلى جماعة مستقبلات معاكسات مستقبلات الهستامين H2، وهي تعتبر كخيار بديل وتنقص هذه الأدوية مثل الفاموتيدين ورانتيدين كان سابقا، تنقص هذه الأدوية من الإفراز الحمضي بالحصار التنافسي كمبيتيتيف مع الريسبتور لارتباط الهستامين بمستقبلاته، مما يؤدي إلى نقص تركيز داخل الخلية سايكليك أي أم بي، وهي قابلة للعكس بشكل كامل، وتحصر هذه الأدوية مستقبلات الهستامين في كل مكان، لكن استعمالها السريع الوحيد وتثبيت الإفراز الحمضي المعدي تؤثر بشكل انتقائي على مستقبلات الـ H2 ولا تؤثر على الـ H1، تثبت الإفراز الأساسي بدرجة فعالية أكثر من 90%، تثبت إفراز الحمض المحرض بالطعام. السيميتيدين أول دواء تم اكتشافه، مين بيعطينا تأثير جانبي للسيميتيدين؟ في قالوا أنه مسرطن يعني مشان هيك وقفونه. ذكر الرانيتيدين. السيميتيدين. ممكن يسبب شعرانية. طيب النيزاتيدين. معنى من لا نعرف تأثيرته الجانبية، ولكن ممكن يكون عدم تحمل هضمي وبعض الشعور بالغثيان، ومنها ما يزيد الحركة الحوية للأمعاء، ولكن هذا غير يعني مؤكد عندنا لأنها غير موجودة في منطقة استخدامنا. فميزات مضادات الهستامين H2 هي لا تؤثر على مستقبلات H1، تحصر H2، تنقص تركيز خلوية للسايكليك أي أم بي. الاستعمال يعني صارت هي درجة تانية، قرحات وقرحات الشدة والقلس وتنادر زولينجر أليسون، تقريبا نفس الاستخدامات. ولكن النكس أشياء. هلأ ملاحظة حول الرانيتيدين، تم سحب الرانيتيدين في نيسان 2020 صح؟ بسبب التلوث بمادة اسمها NDMA، وهي N-Nitrosodium Methylamine، الذي يشتبه بأنه يمكن أن تسبب سرطان الإنسان. لم يعرف مصدر تلوث الرانيتيدين، ويعتقد أنه قد تأتي بعد تخرب الرانيتيدين لتخزينه فترة طويلة في درجة حرارة مرتفعة. تدين
السلام عليكم، مرحبا زملاء، هل الصوت واضح بالنسبة لكم؟ ايه واضح. طيب الزملاء الأعزاء، راح نحكي كمل بعدين ناخذ استراحة. ما هي التأثيرات الجانبية لمضادات الهستامين؟ أولا يحدث صداع في بعض الجانبين. السيميتيدين قد يؤدي إلى تأثيرات غدية سماوية تتعلق بسبب أفعاله الاسترويدية المضادة للأندروجين والمنبه البرولاكتين، ومنها التثدي وثر الحليب ونقص النطاف واضطرابات الطمث. كل أدوية مضادات H2 ما عدا الفاموتيدين تثبط استقلاب بالمرور الأول للإيثانول. بما أن السيميتيدين يقوم بتثبيط السيتوكروم P450 فإنه يتداخل بتأثيره مع هذه الأدوية مما يزيد من فعاليتها. يعني السيميتيدين إذا كنت تستخدمه أنت مع ديازبام أو فينتوين أو مضادات الفيتامين كي أو كلور ديازكسايد أو ثيوفيلين أو سايكلوسبورين أو بروبرانولول أو لابيتالول أو ميتوبرولول أو ليدوكاين، فهي رح يزيد تأثيرها الدوائي، وقد تحدث سمية خاصة بالثيوفيلين مثلا والفينتوين وديازبام نام مريض أكثر وهكذا. فالكلور ديازو بيوكسايد ايضا يحدث فيه تعطى، ممكن يزيد مستوى المصلين ما يؤدي الى تاثيرات جانبيه غير مرغوبه. السيميتيدين ايضا تاثير محدود، ولكنه حتى يستخدم حاليا. نقول عن البروستاجلاندينات التي ذكرها الزملاء مثل السيتوتيك والميزوبروستول، وهذه تثبط البروستاجلاندين E2 المفرز من مخاطية المعدة، وبالتالي تنبه إفراز المخاط والبيكربونات. الميزوبروستول أشهرها على الإطلاق وهو أكثرها استخداما، وهو مشابه لبروستاجلاندين E1، يحمي مخاطية المعدة ضد الإصابات الناجمة عن عوامل الخطر، وتعد البروستاجلاندينات أقل فعالية من البي بي آي ومضادات H2 في تدبير القرحة. الميزوبروستول يستخدم بشكل أساسي في الوقاية للقرحات الشافية للمرضى الذين كان لديهم قصة دوائية وهم ذوي خطورة عالية كمرضى مسنين أكبر من 60 سنة والذين لا يمكنهم الاستغناء عن مضادات الالتهاب الاستيرويدية. الجرعة 100 ل 200 ميكروغرام ويسبب تقبضا في الرحم عند النساء ويمنع استعماله أثناء الحمل الإرضاع. يستعمل أيضا لإحداث الإجهاض وهو ما بينباع هيك شو مكان، لازم يكون في وصفة طبية ببعض الدول ويكون هناك في مساءلة. يعد الإسهال والغثيان من التأثيرات الجانبية الشائعة، ومن المشابهات الأخرى الإنوبروستول وريبوبروستول أو بريبوبروستيل. الأدوية المضادة للمسكرين، إن تنبيه الأدوية المضادة للمسكرين في الخلايا الجدارية يؤدي إلى زيادة حركية المعدة والأمعاء وزيادة إفراز الحمض المعدي، لذلك فإن حصر المستقبلات المسكرينية في مستوى الخلايا الجدارية يعتبر أحد الخيارات العلاجية لتثبيت إفراز حمض كلور الماء. وبالتالي يمكن استعمال بعض المعكسات الكولينرجية كأدوية مساعدة في تدبير علاج الداء القرحي وتناذر زولينجر أليسون في الحالات المعندة على المعالجة. من هذه الأدوية نقول بعضها، يعني لدينا ديسا الديسيكلومين اللي هو اسمه التجاري بينتايل، والجاستريل اللي هو بيرينزيبين، وايضا عندنا البروبانثين والانيل. هذه الادويه ما عم نستخدمها احنا بصراحه يعني، واستخدامها الاساسي قد يكون في ادويه محدوده اخرى او امراض اخرى حقيقه غير الامراض الهضميه. ولكن يقول بعض اهل العلم ان البيرينزيبين له تأثير انتقائي على المستقبلات المسكرينية من نمط واحد، وبالتالي يمكن استخدامه في هذا الصدد، لكن بشكل عام نعرج عليها لذكرها لنعرف أنها موجودة وليس ذات استخدام شائع، إلا أن بعض أهل العلم يستخدمون الخيار الثاني
اللي هو الجاستريل اسمه العلمي البرينزيبين. مضادات الحموضة كما ذكرنا، وهي عبارة عن كما ذكر الزملاء الأعزاء في بداية المحاضرة أنها أسس ضعيفة تتفاعل مع الحمض المعدي وتقوم بتعديله، لذلك تنقص الحموضة المعدية. وبما أن البيبسين يتعطل بدرجة حموضة pH أكثر من 4، فإن مضادات الحموضة تنقص أيضا الفعالية الهضمية، ويمكن لمضادات الحموضة أن تنبه الصناعة البروستاجلاندين وتنقص مستعمرات الملتوية البوابية وبالتالي تأثير مضاد حيوي للجراثيم. إذن هل هناك تأثير مضاد حيوي لمضادات الحموضة مثل مالوكس؟ قال أهل العلم نعم، ذلك بالتأثير غير المباشر، حيث أنها تنقص من المستعمرات البوابية، وبذلك أنها تنبه الصناعة البروستاجلاندين، وبالتالي لها تأثير مضاد الحيوي بشكل غير مباشر. تختلف هذه الأدوية بتركيباتها الكيميائية وقدراتها على تعديل الحمض، حيث أن التعديل يعتمد بشكل أساسي على قدرتها على تعديل الحمض كلور الماء المعدي وعلى امتلاء المعدة. أهم مركبات هيدروكسيد الألومنيوم وهيدروكسيد المغنيسيوم وثلاثي سيليكات المغنيسيوم وكربونات الكالسيوم وبيكربونات الصوديوم، وتعتبر مشاركة بين هيدروكسيد الألومنيوم وهيدروكسيد الصوديوم اللي هو مالوكس الذي ذكرته الدكتورة مشكورة، أو سوبرالوكس، والأكثر استعمالا بين مضادات الحموضة، وهو يجمع بين هيدروكسيد الألومنيوم وهيدروكسيد المغنيسيوم. وقال بعض أهل العلم إن الجمع بين هاتين الاثنتين أحدهما يسبب تأثيرا جانبيا إسهال والثاني يسبب إمساك، فيتضادان فيحدث تعديل للإمساك والإسهال، وبالتالي تصبح الأمور ضمن السياق الطبيعي في العام الأغلب. شو تأثيرات الجانبية؟ شو تأثيرات المرغوبة منها؟ هي تأثير يعني قليل قصيرة التأثير، يعني قصيرة الأمد، يعني ساعتين مثلا بيمشي الحال، 3 ساعات بعدين بيرجع الحموضة مثل ما كانت، وتستعمل كعلاج عرضي للآلام المرتبطة بالقرحات الهضمية، ولكن لا تسمح بالتئام القرحات. أنه هيدروكسيد الألومنيوم مسبب إمساك وهيدروكسيد المغنيسيوم مسبب إسهال، لذلك يمكن المشاركة بينهما على تعديل وظيفة الأمعاء. إن محتوى مضادات الحموضة من الصوديوم هام عند المرضى مصابين بارتفاع توتر الشريان أو قصور قلب احتقاني، ما يؤدي إلى زيادة فرط الحمل. تشرك هذه المضادات أحيانا بالألجينات مثل جافيسكون والسيميثيكون لمضاد نفخة. تتميز مضادات الحموضة بأنها أسس ضعيفة وتنبه الصناعة البروستاجلاندين، تنقص مستعمرات الملتوية البوابية، وبالتالي لها تأثير غير مباشر الصاد حيوي، وتنقص الفعالية الهضمية، وتستعمل كعلاج عرضي للآلام المرتبطة بالقرحات الهضمية، وتشرك مع الجينات الصوديوم وكذا مع السيميثيكون، وهذا يزيد من تأثيراتها الإيجابية. ننتقل إلى العوامل المحصنة الواقية. ما هي البريفنشن ايجنت التي تسبب وقاية للمخاطيات؟ تمتلك هذه المركبات العديد من التأثيرات التي تعزز آليات حفظ المخاطية، وبالتالي فإنها تمنع حدوث الأذية المخاطية، تنقص الالتهاب، تساعد على التئام القرحات الموجودة مسبقا. تشمل هذه المركبات سكر الفات وأملاح البزموث أو البزموث الغروي كلايدل بزموث. سكر الفات هو عبارة عن هيدروكسيد الألومنيوم مع السكروز الكبريتي. ما هي سكر الفات؟ اسمها التجاري اسمها أولكار أو كارافيت، ويعتبر من الأدوية التي تعزز آلية حفظ المخاطية دون أن يكون لها تأثير مضاد أو معدل الإفراز الحمضي المعدي، ويتثبت على أماكن التقرحات من خلال ارتباطه مع بروتينات النضح الالتهابي، حيث يشكل طبقة واقية، إذن طبقة واقية عازلة في مكان الإصابة مما يعزز الالتئام، أما مضادات الحموضة فلا تعزز الالتئام. يستعمل في المعالجة الهجومية، ممكن تعطي 4 مرات باليوم أو 2 مرات باليوم. أما العلاج الصائنة أو المينتنس دوز، الإجراءات الصيانة يعني 2 أو 3 مرات، وذلك لكل من القرحتين المعدية والعفاجية، يتطلب وسطا حامضيا لفعاليته، مشان هيك إذا فلا يعطى مع مثبطات مضخات البروتون أو مضادات الهستامين. إذا ما بتعطي مع مضاد حموضة لأني ما بيشتغل إلا إذا كان فيه شوية حموضة. يمتص بشكل قليل إلى الدوران الجهازي وهو جيد التحمل، لكنه يتداخل مع امتصاص الأدوية الأخرى مثل الفيتامين، مضادات الفيتامين كي مثل الوارفرين والدايجوكسين القلبي. بالنسبة لسلسلات البزموت أو تحت سلسلات البزموت، بزموت سب سلسلات،
هذا دواء شافي للقرحات الهضمية، يمتلك تأثير مضاد للجراثيم ويثبت البيبسين، اثنيناتهم مضاد جراثيم مضاد بيبسين، ويعزز آلية حفظ المخاطية عن طريق زيادة إفراز المخاط والتدخل مع البروتينات السكرية في الأنسجة المخاطية، فيشكل مثل غمامة أو غلالة أو غطاء يحمي أماكن التقرح فيغطيها. وقال بعض الدراسات النادرة أنه قد يؤدي مثل فرنسا أنه يؤدي اعتلال دماغي نتيجة الاستعمال المديد، لذلك تم إيقافه هناك، لكنه استخدم في بريطانيا وأمريكا. نعود فنقول بالتأكيد ونكرر أن البيزموت ليس له فقط دور واقي كالسكرالفات، وإنما مثبط للبيبسين ومضاد كان أصبح مع البروتوكولات المعمول بها، وأصبح يأخذ دوره بشكل أساسي كلاعب أساسي وليس احتياط. حكيم، في هلأ بالسوق دواء اسمه بيبتكير فعالي في مضاد للجراثيم، أي دكتور تفضل رح صوتك. حكيم، في بالسوق دواء هلا اسمه بيبتكير في ثلاث، في صادين وبي بي اي يعني حبي واحدة، لا بيبتكير اسمها، فيها بي بي اي وتيني دازول وصاد ثالث، فحبي واحدة بس يعني قبل الطعام، يعني هي فيها معالجة ثلاثية ايه اسمها بيبتكير. والله شيء جميل جدا، هذا شيء مهم للغاية، لأني ضروري جدا المريض يتقلل عدد الحبايات أحسن ما يسفك نهار ثلاث حبايات، يأخذ له حبة بيمشي الحال، عسى يكون تركيبها مميز. تيدازول حكيم، فيها تيدازول وبي بي آي وصاد. هل هي فعالة؟ هل رأيتم دكتور خلال استخدامها هل هي فعالة؟ والله في عدة حتى ماركات تجارية تحتاج مزيدا من الزمن، والله ما بس قرأت عنها في منتشرة كانوا بمصر وبالدول حوالينا عنا، ممكن في ما شفت. نعم هي موجودة ويمكن استخدامها، ولكن نحتاج إلى تقييمها من قبل الأطباء الهضمية، ثم بعد ذلك يصار إلى تعميمها، وغالبا هي فعالة والله أعلم، إن كانت يعني جيدة الصنع أو المدى الفعالة ذات منشأ مميز. بآخر هذه المحاضرة في عندنا جدول بدي أعطيكم إياه، هذا جدول فيه التجميع للمضادات الحيوية كلياتهم، ومثل بيزمو تشوف مثلا في المضاد الحيوي وليس فقط يعني عامل موقي للمخاطية، لأنه إنه مضاد للجراثيم، مضادات المسكرين لأن أهم شيء هو تاني واحد هو البرينزابين، بروستاجلاندينات، سكرالفات، مضادات الحموضة مثل كالسيوم كربونات، صوديوم البيكربونات، ألجينات الصوديوم، ألمنيوم هيدروكسيد، مغنيسيوم هيدروكسيد، وهكذا. هذا الجدول فينك تطلع عليه بعد دراسة المحاضرة مشان تتذكر هي الأفكار. حقيقة المحاضرة إن شاء الله سهلة، وأغلبكم قد مر وعرج على هذه الأدوية مرارا وتكرارا. عرفت من الدكتور محمد أنه عندكم محاضرة الساعة 9:30 صحيح؟ إيه حكيم، في محاضرة. طيب إيه، هل عندكم من الجلدي أنه نأخذ محاضرة الأدوية الهضمية الثانية؟ حكيم دسع في وقت يعني بظن في مجال. طيب نأخذ استراحة يعني 7 دقائق ثم نعود، أنتم 9:30 محاضرتكم صح؟ إيه حكيم، 9:30 يعني من هون للحين شغلة ساعة إن شاء الله أقل، بنخلص المحاضرة الثانية تيسير الله سبحانه وتعالى، وبتأخذ استراحة 4 ساعة بترجعوا على محاضرتكم اللي بعدها. نلتقي بكم إن شاء الله بعد 7 دقائق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.